هل ستكون لحوم الحمير والبغال حاضرة على موائد الجزائريين، خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل؟ سؤال ربما يكون قد تبادر إلى ذهن كل من تابع خبر سماح الحكومة باستيراد لحوم الحمير والبغال، فقد ذكرت تلك الأنواع من اللحوم سواء الطازج المبرد منها أو المجمد في الجريدة الرسمية تحت البند التعريفي رقم 0205 ضمن القرار الوزاري المؤرخ في 26 جانفي 2019 والموقع من قبل وزير التجارة. وكما المواطنين أبدى الخبراء بعض علامات الاستفهام قبل محاولة تقديم تفسيرات في الموضوع. أصبحت من هب ودب يضخم في هذه الفواتير ويجيب أشياء ربما حتى المجتمع الجزائري المسلم ما يأخذهاش بعين الاعتبار، وإذا كانت الكمية التي تحتاجها الدولة الجزائرية لبعض الحيوانات كما ذكرت أنت الأسود وكذا، فهي تقوم الدولة مباشرة باستيرادها مع طريق المؤسسات الدولة مباشرة. لماذا تفتح مثل هذا الباب؟ وهذا راح يتحنى باب آخر إلى أن المتعاملين في مثل هذا الميدان ربما يسوق في بعض المناسبات للجزائريين لأن الطلب سيزيد على هذه اللحوم. وغير بعيد عن تاريخ اليوم، وبالضبط في شهر ماي من العام الماضي، كانت الحكومة قد أفرجت عن قائمة من 877 منتجا ممنوعا من الاستيراد، من ضمنها جميع أصناف اللحوم تقريبا بما فيها لحوم البقر والأغنام والطيور، وهو ما يزيد من حيرة المواطن ولسان حاله يقول لماذا تمنع هذه الأنواع ويسمح باستيراد تلك، والخوف كل الخوف من تكرار حالات بيع لحوم الحمير وتسويقها على أنها لحوم بقر.